جينا للاجتماع وما طلبتش باش تكونوا معايا في هذا الانترفيو هذا كما شفتوا معايا من 2016 2017، ومعنا واحد الشخص اللي هو غادي يكون كيراقب فينا هو بدر الدين شرموني، راه فين معنا وان شاء الله باذن الله غادي نكونوا كلنا نكملوا المسيره ديالو، ما غاديش نضيعوا حتى شي حد من دوك الناس اللي معانا كاملين ان شاء الله. وكما راكم فوق كاملين الاصله ديالنا، انا مشيت تبارك الله من 2016 وانت من 2016، ما كاينش غير شي واحد ما قلنا شي 2018 2017، فالحمد لله حنايا راكنا اسره، واللي خلاكم تستمروا معايا هو هذاك انا ما كنتش مديره معاكم ومعمرني كنت مديره معاكم، وربما اول مره غندخل معاكم هاد الفيديو كنضل معاكم، راه دائما حنا كنهضروا واقفين الحمد لله، غادي نستمروا كاملين ولا ما باغا حتى شي حد يخرج من هاد التيم هذا. اوكي كما قلت لكم انا غادي نبقاو حنا كاملين كما بدينا بحال الوجود ديال بدر الله يرحمه بحال ما تنشرح، حنا كاملين وانتم كما كتشوفوا انا ما غاديش نكون انا خصوصا كاملين، كنتوش كتحسبوا معايا لا سوير لا والو، يعني كتبقاو فوق السوايع كتخدموا معانا، حتى عائشه مسكينه راه هي خاطرات معانا، حكيمه مسكينه حتى هي كتديري معانا في الليل، انضمت لنا البخت ايمان اللي غادي نشدو فيها ان شاء الله طاقه ليا، ما كاينش فرنسا ايمان المغرب ان شاء الله ايمان دابا المغرب مره ان شاء الله، شرف كبير ليا نكون معاكم وشكرا شكرا لكم انكم استقبلتوني في هذه العائله الرائعه. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كما تبعتوا معنا الفيديو السابق ديال ابتسام، ابتسام المرأة المغربية القوية اللي ضحات بالغالي والنفيس رفقة المرحوم الزوج ديالها من أجل تساهم في الاقتصاد ديال البلاد وتقدم إضافة للنساء المغربيات. مشاهدينا الكرام التفاعل ديال المغاربة بشكل كبير مع ابتسام، ربطوا بها الاتصال تواصلوا معها، كذلك الشعار لعدد كبير من النساء قالوا لها في الهاتف قالوا حييتي فينا الرغبة كيفاش نساهموا تحنا وكيفاش يكون عندنا طموح في الحياة. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا التفاعل ديال المغاربة مع ابتسام. ابتسام وضعنا الفيديو حكيتي فيه القصة ديالك، كانت قصة مؤثرة، كان في عنوان من الفقر إلى الملايين، كيفاش وضعفك الزوج المرحوم الثقة، كيفاش خدمتي الشركة، كيفاش تحملتي المسؤولية في الحضور ديالو، وكذلك ملي توفى كملتي أنك تستمري في المجال. تفاعل المغاربة في المغرب وخارج المغرب وفي أوروبا بشكل كبير، كيفاش جاك الإحساس في الموضوع، كيفاش النقاش ديالك داز معاهم؟ صراحة أنا يعني أول حاجة كنقولها شكرا لك بزاف الصحفي يوسف، وحتى تطلقت عليك بزاف ديال الإيجابيات، أنك إنسان محترم بزاف، وأنا ما ندمناش حتى واخا كان في الأول تخوف، ولأني الحمد لله ربي وفقني حاجة، أنا داك التفاعل ديال هذاك الناس أنا ما توقعتوش، يعني أنا داك الشيء درته من قلبي وما منتظرش شي فيدباك، ما منتظرش واحد ملاحظات من الناس، لقيت أنا حتى من الناس اللي كانوا كيقراو معايا في هامبورغ وكيخدموا معايا تواصلوا معايا، الناس اللي كنت كنقلب عليهم قريت معاهم تواصلوا معايا، والأخص ماشي النساء يعني كانوا بزاف كنت أنا أرملة أنا ماتلي راجلي المطلقات، يعني واحد بشكل كبير تليفوني ما بغاش يزقى من 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 هذا من المكالمات، لقيت راسي أنا ملي شفت راسي تحمست، يعني انا كنقول دائما دير الخير تلقاه في هذه البلاد هذه، حنا المغربيات خاصه النساء المغربيات لقيتهم شحنه طاقه باغين يخدموا ولكن خاصهم فكره، فانا كنقول دائما كاين واحد المثل الصيني غادي نقولوا الا البيضه تهرست من برا كدير بها اومليط، الا تهرست من الداخل كتعطينا حياه جديده، المراه اللي كتعيط عليا كنقول لها شوف اختي حنا غا فكره خاص يجي عندك التغيير منك انت، لان الله سبحانه كيقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، انا حتى انا صبرت وصمت وما لعبتش دور الضحيه، ما لعبتش دور مسكينه، الا مسكينه جي اعطيني الفلوس، شحال جاتك تعطيني؟ انا بالعكس لقيت راسي ما بغيش انا متراجلي عام وانا ساده عليا، عام وانا ما كنحشم ولفت، ماشي الفلوس ولا الفقر هو اللي كيخليك، بالعكس راه القوه عندنا حنا، الغنى عندنا في راسنا، عندنا حنا اغنياء وكنامنوا بالله، علاش الناس واحد كيقول لك انا عندي غير الله، راه عندك الله، راه انت عندك الله، انا ملي مات الزوج ديالي بنتي كتقول لي في الليل كتقول لي ماما انا علاش
كتقول لي ماما انا يعني بحال لي ماشي عدل بابا يمشي ليا كون عطاه ربي ثلاثه الفرص باش يعاود يرجع. اش غنقول انا لبنتي؟ كتقول لي ولدي كيجي صغير كيقول لي كيقول لي توحشت بابا. يعني داكشي راه ماشي ساهل. ولكن انا ما بغي اولادي كنقول لي بقيت نبكي حداهم غنطلعهم واحد الدراري اللي ضعاف اللي عندهم نقص. ملي كنجي كنهضر معاهم كنقول باكم مشى عند الله كيشوف فينا. ولكن حنا راه تبنانا الله، حنا مع الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي واقف معنا. وداكشي علاش كنقول اي انسان راه الا زدتي في واحد الاسره فقيره راه ما يعنيش انك انت فقير. خصك انت تخرج من هذاك، تخرج من داكشي. ما كاينش اللي غادي يهزك. انا ممكن نعطيك انت كمراه، نعطيك خطوه، نعطيك انطلاقه، ولكن خاص يجي التغيير منك انت. هادشي اللي مابغاش يفهمه الانسان. ما كاينش وساطه. انا ملي كنخرج نتوكل على الله، شينا ملي تخرجت وساليت عمرني حطيت في راسي خاصني وساطه، خاصني اللي يعاونني. دائما كان عندي ديك خاص الله معايا، خاصني نخرج غنلقى، نخرج نتوكل على الله. واحد اللي كيحط راسه خاصو اللي وصلو دائما، هو غتبقى عنده هذاك البراج في مخه خاص اللي وصلني. رتيش واحد رحنا من الله سبحانه وتعالى. واش ما فهمتي؟ ربي الا بغى يوصلك غيوصلك. هذه مقدمه رائعه وفيها بان قوه رب العالمين. انا معاك هنا غادي تناقشي معايا النساء اللي ما فحالهمش تواصلوا معاك من المغرب، قال لي كيفاش غادي نديروا حتى حنا باش نديروا بحالك ونجيو نتعاملوا معاك ونخدموا معاك. كيفاش تواصلتي مع هاد النساء وفي نفس الوقت سمعتي كما قلتي لي قبل من التصوير سمعتي مآسي ديال الناس؟ وهنا بشي بين قوسين عفوا غنذكرك بواحد السيده اللي تواصلت معك قلتي لي، وقلتي لي الزوج ديالها تيقول هذاك شي والو ما تيقش، لدرجه انه خدمات الشهر الاول والثاني والثالث حققات انجازات كبيره في الشق المالي. هو ينبهر الزوج قال لي كيفاش درتي لهاد الامور؟ تما بدا يقتنع بانه هذيك الطاقه ما كنتيش تهرسها من الاول، هذيك رساله. وانا غنعطيك اكثر من ذلك، انا نعطيك مثال بالاخ ديالي اللي هو دابا كيسمع ليا، المراه ديالو مستوى بالثالث. وانا ملي مشيت قلت لها خدمي معايا في الجديده، حاليا هي مناجر كبيره يعني الخلصه ديالها 9000 درهم. خويا قال لي راه غيضحكوا عليها، راه غادي غير راه غادي غيدوا لها راس المال. وهي اصلا قلت لي ما محتاجاش راس المال، انا غنعاونها، غادي تسجل الناس، غنفورميها. واللي عجبني فيها تصور اقسم بالله ما كتعرفش ديك بارطاج كوبي كولي ما كتعرفش ليها. لقيتها ان هذا الروجيستر كتكتب باش دير كتكتب التكست وكتعاود تكتبه. خويا بقى كيضحك على قالي واش واش هادي غتخدم معاك؟ قلت لها شوفي كوني امراه والله تنتحداك به، كوني امراه اقسم بالله لا يومين هذا كتاخذ 9000 درهم في جديده يعني المناجر بحريه. وليت كنقول لي هذيك المناجر بحريه. ودابا ملي كتشوفني كتقول لي شوفي شي انا اللي ربحت هو انك انت خت راجلي. يعني هي كتشوف راسها ولات مفتخره براسها، كتقول لهم انا ولات عندي خلصه اكثر من معلم اكثر من معلمه. وكنقول لك بيت ثالث يعني، ولكن انا عطاتني ودات روجيستر وكتقيد كوني انت امراه راكي ماشي فقيره. راه الفقر كاين هنا، الفقر ماشي في الفلوس، حنا راحنا طاقه، حنا ما خصناش نلعبوا دور الضحيه. هنا في هذه القصه اللي عطيتينا غتكملي لي الاقتناع ديالو بهذا التغيير، شنو شاف هو، شنو القرار اللي خرج به ملي قدرتوا نتوما تربحوا في هذا التحدي؟ هو القرار اللي خرج به هو ما قدرش علينا. ملي كنضحك معاك نقول لي شفتي المدام بحريه، كتقول لي قول لي مدام بحريه. تعرف الراجل المغربي الاخ خويا ما كيرضاش، فهمتي انا. ولكن الحمد لله ولا كيثق فيها بزاف، والحمد لله دارت بيرمي ولا كيعطيها تسوق الطوموبيل. يعني تغيرات الحياه ديالها. وهذيك السيده كانت قنوعه اللي شي عجبني فيها مخها صغير. قلت لها واش باغا تربحي الفلوس باغا تخدمي؟ كتقول لي انا ما قاريش، ما عندي ما ندير بقرايتك، ما عندي ما ندير بالسي في ديالك، اجي بقاي معايا. كانت كنمشي جديده كل سبت وكنبرك معاها وكل حد. والحمد لله حتى الاخت فاطمه برهوم اللي معنا، حتى دوك المناجر اللي عندنا سوا عاونتها دعماتها. مي خاصي مخك يكون صغير. هذيك ما عندهاش بزاف الباكاج، ما عندهاش بزاف نقدر وما نقدرش، ولا كتقول هذا الشيء ما فيهش فلوس. عطي نيتك تعطيني خطوه، نعطيك جوج خطوات ديما انا كنقولها. انا سولتك على المغربيات، هنا غنسولك مهمين بالنسبه لي انا هما الجاليه المغربيه. فيهم نساء، فيهم رجال، فيهم اصحاب شركات كبرى برا، تفاعلوا مع القصه ديالك، عجبهم الطريقه اللي تناولتي بها القصه، مش اللي حكيتي القصه ديالك من الصفر الى النجاح. كيفاش شفتي التفاعل ديال مجموعه من الناس من مجموعه من الدول تفاعلوا معاك؟ وشنو النقاش اللي دار بينكم وبينهم؟
انا بالاخص من الجاليه الالمانيه تلقيت بزاف ديال الناس اللي عيطوا ليا وقال لي برافو عليك، وهما اصلا بزاف كيخافوا، يعني عندهمش فكره، هما باغين يعني ما كنهضرش على كل شيء، كاين شي ناس اللي كيبغيو يبقاو في اوروبا، مي كاين واحد الناس اللي كيبغيو يدخلوا. كتقول لي وحده قالت لي انا باغا ندخل ولكن خايفه من الفشل، خايفه يقولوا مشات وجات. قالت لي انا باغا ندخل مي اناش غندير. انا كنهضر دائما هذوك الناس اللي هما قالوا لي انت مثال لانك وصلتي، كيفاش قدرتي توصلي انجينيور طيران وتخليو، وكيفاش واش كان عندك راس المال؟ واش قلت لهم لا انا داك راس المال اللي كان عندي كاي واحد غيجيبني به دار، ولكن انا الا بني الدار خاصني نرجع لاوروبا، انا بغيت نبني به هدف، وهذاك الهدف خاصك تبني باش تبقى مستمر وما تفشلش. كما قلت لك خاصك منظومه، والحمد لله انا هاد حيت ملي كتسعى الخير سلط علي الله هاد النساء، هاد النساء سلطهم علي الله وهما عاونوني، وملي انا كنديرها كنلقاهم واقفين معايا. المشروع ماشي ديالي، المشروع ديالنا كاملين بحال واحد الكيكه، كل واحد كياخذ منها طريف، هكا كتستمر. هنا عندي معك سؤال اخير، قلتي لي في الاول قبل ما تسول وجيتي كتبكي، قلتي لي بهذا الفيديو حققت 40 دعوه للزوج ديالي الله يرحمه، كلشي دعا معاه بالرحمه، الاحساس ديالك المغاربه في المغرب وخارج المغرب كلشي كيدعي معاه بالرحمه. هو الزوج ديالك للتذكير فقط، وليت نور الراي العام اكثر في الموضوع فيما يخص الناس اللي اول مره يشوفوا الجزء الثاني. الزوج ديالك تزاد في ليله 27 وكتب لي الله عز وجل انه توفى في ليله 27. اعطيني الاستخلاص ديالك، كيفاش الاحساس ديالك في الموضوع الدعاء اللي كيدعوا معك الناس؟ الناس كلهم عيطوا لي، كي لك عيطي الناس كلهم عيطوا لي كيبكيو، لانني انا الزوج ديالي كما قلت لك راه ما غلقى بحاله لا حلما ولا واقع. انا شوف انا راه داخليا راه ماشي اللي كتشوفني دابا، انا ملي كنبرك مع راسي اقسم بالله اللي كنقول لهم واش بدر مات، تخيل الباسبور ديالو احمر توضر، كنقول لهم لا راه مسافر لحد الان ما لقيتش الباسبور ديالو، كنقول لهم واش ما يمكنش واش بدر مات، كيقول لي رجوع له. انا لحد الان في مخي انا ما قادراش نتيق بان الراجل راه ما كان عنده والو، كنعاود نقولها لك ما متيقاش بان الراجل ديالي انه مات، والناس كيعيطوا لي وكيعزوني فيه. انا هاد انا اللي كتشوف فيا انا راه ركبت واحد الماسك ديال سبع باش نخرج نقاوم، لان الا زدت نعست راه قلت لك ما كاينش اللي غادي ينوضني، هما العيالات وقفوا معايا ولكن حتى هما خاص لي يوقف معاهم. فانا راه الزوج ديالي لحد الان راه كنكون باكرة انا غير ما بقيتش كنطاش، بقيت بكي على بنادم، بنادم باغي واحد الفرحه، بنادم باغي امل. الا بقيتي انا غنبقى فما نهضر مع اختي نبكي، فما نهضر مع خالتي نبكي، كنبكي مع راسي ملي كان هنا. الا تلاحظين انه الرساله ديالك للمرحوم باش ما كتنجحي، باش ما كتدخلي الفرحه مع النساء، باش يوليو بطبيعه الحال فاعلين في المجتمع داكشي اللي كيحتاجوا، كلهم كيجيبوا بدراعهم، كتحسي بان الرساله ديالك كتصيفطيها للزوج انك توفقتي في المهمه. بطبيعه الحال خاصني نتوفق في المهمه، لان هي هادشي انا باش دابا واقفه بهاد الخير وبهاد عرفتي واحد القضيه، حتى دوك المشاكل اللي جاوني بعد الموت ديالو شكر احمد ربي وشكرتهم فيهم، حيت حي حيت خرجت فيهم ديك الطاقه اللي كانت عندي خيبه، شتي ديك المشاكل حيت راه ماشي ساهل اخويا يوسف باش يموت لك الراجل وارمله كاع داك الشيء. انا قلت لك انا واخا ما كنبغيش نبكي، راه كاع داك الشيء اللي طرا الارمله لا من ناحيه اي حاجه طيح لك على دماغك، ودوك السبوع كل شيء خرج ليا كل شيء، ولكن الحمد لله انا كنقول اي مشكل اي حاجه هي عاوناتني، بحال اللي كتقول بقى حتى ديك المشاكل كتعدي بحال ديك الضخ ديال القلب هي اللي خلاتني واقفه، كنحل فهاد المشكل نسد المشكل، نحل المشكل نسد المشكل، والحمد لله. انا كما قلت لك راه خاص الواحد يكون الايمان ديالو بالله ويزيد القدام. انا كنقول يعني انا يا ريت تكون عندي شي طاقه اكثر من هاد الشيء ونعاون جميع النساء. الله يوفقك يا ربي، وكنتمنى لك النجاح ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه للعبره، طاقه ديال ابتسام القصه ديالها، تبعوها المغاربه، دعم ديال المرحوم الزوج ديالها اللي احترم الطلب ديالها وحس بانه ممكن تنجح، وهي لا زالت تناضل بشتى الطرق المشروعه والقانونيه من اجل الاسعاد الزوج اللي هو المرحوم، باش توصل لي الرساله بانني نجحت في المهمه. مشاهدينا الكرام، ابتسام تحاول ان تقوم بضخ دماء جديده للنساء من اجل دخول سوق الشغل. ما هي طريقه العمل في هذا الموضوع؟ للتواصل اكثر بشكل مباشر مع ابتسام، وكذلك نحن على تتبع مثل هذه الملفات. الهدف الاسمى والارقى في الموضوع هو
إسعاد مجموعة من النساء بطريقة سلسة وموضوعية من أجل الولوج لسوق الشغل، وهذا ما نطمح إليه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.